لا الإجبار ما نحبش الإجبار، ما راني ضد الإجبار. الإجبار لأن كان الحريات، كان مبدأ مهم هو احترام الحريات الفردية، وهذه مقدسة من طرف القانون، من طرف الدستور. ليبرت فون بوفي با امبيشي كالكم، ما تنجمش تمنع واحد ما حبش يداوي، ولا كي واحد يقول لك لازم لك عملية ولا تروح عند الجراح يقول لك سينو تموت. كاين الناس يقول لك يقدر، ما تنجمش واحد تربطو دير له عملية ولا دير له هذه ما نقدرش نتخلاو عليها، ما نقدرش نكونوا ضد. ولكن كان مفهوم تاع الحريات، تاع الحرية، هو ما جاش في نفس الوقت، ما جاش تاخذ الحرية وتستعملها حرية عدوة الآخرين. حريتك تنتهي عندما انا معدي ونروح جو بور لا ليبرتي ندخل لهنا ونهضر وندير الاخر. لا، هذيك من اذا نقدروا نديروا تقنين قانون جو الصحي نقنوه، يعني اون بو ريغلمونتي، نديروا ريغلمونتاسيون. معليش يا اخي تحب تدخل لهنا ولا ما كاتب، ولكن ما تعديهمش، ما تجيش مع الميكرو بتاعك. إذن لازم يكون جوازه.